رئيس الوزراء يكرم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ويؤكد أنها تحقق أهداف التنمية المستدامة. بمشاركة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان انطلاق أعمال ملتقى البحرين الدولي لحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني. وفي أخبار الاقتصاد نتابع: البنك المركزي يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية ل 33 مليارا و 411 مليون دولارا بنهاية أكتوبر. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ومرحبا الثانية ظهرا في القاهرة. نشرة الاخبار: شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بتكريم اصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن تكريم الفائزين بالمشروعات التي ستشارك في مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ. وفي كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قمة كوب 27 ستركز على الانتقال لمرحلة التنفيذ الفعلي للتعهدات التي من الممكن أن تسهم في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي ترجمة حقيقية لأهداف قمة المناخ. وأضاف مدبولي أن العدد الضخم من المشروعات التي تقدمت للمبادرة يشير إلى أن مصر لديها ذخيرة جيدة من المشروعات، كما يجسد الإعلان عن تلك المشروعات أن مصر واحدة من الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي رسالة مهمة للمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية. مصر لديها ذخيرة جيدة جدا جدا من المشروعات اللي بالفعل قيد التنفيذ أو هتبدأ أنها تتنفذ، أو حتى أفكار يعني هتبدأ في التنفيذ في خلال الفترة القادمة، وده يؤكد المسار اللي الحكومة المصرية أخذته في إطار رؤية مصر 2030، اللي هي أيضا ترجمة حقيقية لكل أهداف التنمية المستدامة 17 اللي أطلقتهم الأمم المتحدة. فالحقيقة الدولة المصرية من خلال هذا الحجم الكبير من المشروعات، أكثر من 6000 مشروع، بتعلن إنها واحدة من الدول اللي ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واللي ليها رؤية حقيقية واضحة مترجمة في مشروعات بالفعل بتتنفذ. وقال الدكتور مدبولي في كلمته أن المشروعات التي تقدمت للمبادرة كانت مقسمة إلى 6 محاور تضم المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وتلك المرتبطة بالمرأة، كذلك المشروعات غير الهادفة للربح، وإنها شملت مجالات مختلفة تمس البشرية كلها. وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ستصبح فعالية سنوية، وسيتم تشجيع المحافظات على التنافس في هذه المجالات المهمة المتعلقة بالتحول الأخضر. عندنا مشروعات إزاي إن إحنا بنستفيد من المخلفات، سواء المخلفات البيولوجية أو المخلفات الصلبة في توليد طاقة. عندنا المشروعات الخاصة بإعادة تدوير البلاستيك. عندنا مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. الحقيقة كلها من موضوعات الغذاء والتحلية المية ومعالجة المية، وكلها الحقيقة بقت قضايا النهاردة أعتقد مش فقط تمس مصر ولكن تمس البشرية كلها. وبالتالي هذا الحجم الكبير جدا من المشروعات اللي موجود في مصر، وده أنا بعيده مرة أخرى، بيؤكد أن هذه الدولة عازمة على المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحقيقة يمكن هذا الحجم من المشروعات وهذا الحماس الكبير اللي لمسناه هو اللي شجعنا ان احنا نخلي هذه المبادرة تبقى فعالية سنوية، بحيث ان شاء الله يكتب لها الاستدامة، وبنشجع المحافظات وكل الشباب اللي موجودين فيها على ان هم دائما يتنافسوا منافسة شريفة ومنافسة جميلة جدا وإيجابية في هذه المجالات المهمة في خلال الفترة القادمة، ويبقى كل سنة ان شاء الله يعني نشرف بوجودنا علشان نحتفل معاهم بالمشروعات الفائزة وأيضا بالجهد المتميز اللي كل
شبابنا وكل الجهات اللي بتقوم بيه على مستوى المحافظات كلها بإذن الله نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. من جانبه أكد الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 ورئيس لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أكد أن تلك المبادرة تحظى بمساندة كبيرة من مؤسسات الدولة لإعداد قائمة من المشروعات الطموحة في مجال العمل المناخي. هذه المبادرة واحدة من ثلاثة ولم يسبقنا إليها أحد، ونرجو الاستمرار فيها، وسعدت سعادة بالغة بالقرار بأن تكون هذه المبادرة حدثا سنويا ترعاه الحكومة المصرية. المبادرة الأخرى المساندة لها ما يرتبط بإعداد قائمة للمشروعات ليست فقط من مصر ولكن على مستوى العالم من الأقاليم الاقتصادية الخمسة، وهي مبادرة فريدة أيضا قامت بها القمة المصرية للمناخ بالتعاون مع الأمم المتحدة ورواد المناخ، وسوف نعرض أمثلة منها إن شاء الله في شرم الشيخ على سبيل الاسترشاد في مجالات الاستثمار في مجالات العمل المناخي المختلفة. المبادرة الأخرى المداعمة لها هو هذا العمل الضخم الذي تقوم به الهيئة العلمية المصرية والجامعات ومراكز البحوث في مساندة العمل مستقبلاً في التطوير والابتكار والبحث في المجالات المختلفة التي يتطلبها العمل المناخي. هذا وقال سفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء إن المبادرة تشمل 162 مشروعا ذكيا، وهي مبادرة غير مسبوقة وتشمل التوعية الإعلامية بأهداف هذه المبادرة، وأضاف أن المبادرة توضح أهمية الطاقة النظيفة كذلك التأثير الإيجابي للاقتصاد الأخضر والذكي. وأوضح سفير هشام بدر أن المبادرة شهدت إقبالا شديدا من أصحاب المشروعات الذكية. خدنا 162 مشروع في انه مجالات اكبر قطاع او اكبر مجال كان تدوير المخلفات 46، وبعدين طبعا في الطاقه 28، التلوث التكيف مع التغيرات، التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات، ودول مشروعات السفير اللي تحت معظم الاختيارات للمحافظين كانت السفير بتاعهم يكون مشروعات كبيره. الحمد لله قدرنا نحظى بمشاركه معظم منظمات الامم المتحده ومؤسسات مختلفه زي برنامج الغذاء العالمي والفاو والبنك الاوروبي ونهايه الامم المتحده للمراه واليون هابيتات واليون دي بي واليونيدو والافاد وايضا المؤسسات المصريه اتحاد البنوك اتحاد الصناعات اتحاد الغرف. المركز الاول النهارده ان شاء الله هنكرمه، هيبقى عنده هياخد جائزه ب 750 الف جنيه نقدا، والثاني 500 الف جنيه، والمركز الثالث 250 الف جنيه، فضلا بقى عن تقديم منظمات الامم المتحده للمشروعات في صوره بناء القدرات ودعم فني او دعم نقدي طبقا للاختصاص. من جانبها اعتبرت الدكتوره هاله السعيد ان المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه بمثابه انطلاقات لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وانها تعزز التكامل مع قضايا البعد البيئي في التنميه، كما تبرز المزايا النسبيه والتنافسيه لمحافظات مصر المختلفه. واكدت السعيد ان الدوله المصريه تدرك اهميه المشاركه ورفع الوعي في احداث التنميه المستدامه. كما تحدث عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فنحن نتحدث عن مبادرة تنموية تتفق مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي حددت ملامحها رؤية مصر 2030. ونذكر من أهم أهداف هذه المبادرة على سبيل المثال للحصر. أولاً، تسهم هذه المبادرة في تعزيز التفاعل التام على مستوى المحافظات والمحليات مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات الاستثمار وبجهات التمويل من الداخل والخارج. كل محافظة لديها مزايا نسبية ومزايا تنافسية معينة، وبالتالي هذا الجهد جهد هام جدا نحن نستفيد من كل المزايا النسبيه والمزايا التنافسيه التي تتمتع بها كل محافظه، ومصر الحقيقه لديها تنوع كبير على مستوى المحافظات، فالاستفاده من هذه المزايا النسبيه والتنافسيه شيء مهم جدا على المستوى المحلي.
من جانبها قال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن مبادرة المشروعات الخضراء رائدة في التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البيئة، وأشارت إلى أن مصر معنية بتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لدعم جهود التحول الأخضر. إيمانا بأن التمويل الأخضر يحتاج إلى حلول مبتكرة، أطلقت الوزارة بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسابقة الدولية Climate Tech Run 2022 للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية. وتعد هذه المسابقة الدولية هي الأكبر على مدار تاريخ مؤتمرات المناخ، سواء من حيث عدد المشاركين أو الجوائز المخصصة للفائزين، كما إنها مثال للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة. وقال اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أنه تم اختيار 18 مشروعا نموذجيا على المستوى الوطني من بين 6281 مشروع تقدم بها أصحابها على مستوى المحافظات للجنة التحكيم الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة غير مسبوقة على مستوى التنمية المستدامة. وفي كلمتها قال الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إن مبادرة المشروعات الخضراء معنية بمعالجة آثار المناخ، وأشارت إلى أن المبادرة تدعم دور المرأة في مواجهة تغير المناخ. كما أكدت مرسي أنه يتم مراعاة مبادئ تمكين المرأة وكذلك مراعاة احتياجاتها خلال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن المرأة تقدم حلولا مبتكرة للحفاظ على البيئة و تحسين مستويات الحياة. هذا وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معرض المشروعات المتأهلة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى الجمهورية. وخلال وجوده بأجنحة المحافظات بالمعرض، أجرى الدكتور مدبولي حوارا مع ممثلي المحافظات حول المشروعات التي تقدموا بها للمبادرة، وكذا المشروعات الفائزة في المبادرة. يضم المعرض أجنحة كبيرة لجميع المحافظات الجمهورية لإتاحة الفرصة لعرض المشروعات الفائزة في هذه المبادرة على مستوى كل محافظة في الجناح المخصص لها. واستمع مدبولي لشرح مفصل حول ما هي تلك المشروعات ومجالاتها وكيفية تنفيذها ودورها في التحول الأخضر. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي دكتور سامح العسوي، هو خبير الطاقة الجديدة والمتجددة. كل تحياتي إلى حضرتك دكتور سامح. هذه المبادرات، أعني مبادرة مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أي مدى يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها ومسألة الاستثمار سواء في العنصر البشري أو يعني استثمار مادي أيضا؟ السلام عليكم فندم. هو حضرتك بالنسبة لمفهوم الاقتصاد الأخضر اللي تم النهاردة بالمشاريع اللي تمت، هو الاقتصاد الأخضر هو مبني على توجيد كميات قليلة جدا من الكربون، وعلشان أعمل هذا الكلام عمره ما يبقى عبء على الدولة فقط، فلازم يكون في استثمار خاص بالجانب مع الاستثمار العام، لأن الاثنين دول بيؤدوا إلى رفع البنية التحتية إلى اتجاه الأخضر، وكمان بيقللوا نسبة التلوث وكمية الكربون المنبعث. قطاعات الاقتصاد الأخضر لما بنبص عليها نلاقيها موجودة في 6 محاور رئيسية، هي موجودة في المباني الخضراء، والمباني الخضراء دي من أيام القدماء المصريين كانوا بيستخدموا المباني بتاعتهم في استخدام الطاقة الشمسية السلبية في إن هم يعملوا مباني خضراء من زمان. حاليا المباني الخضراء اللي هي بكل الواجهات بتاعة المباني بتكون من محطات من ألواح طاقة شمسية، وبتغطي بدل ما بندهن بالمحارة والدهانات الخاصة بتحط فيها ألواح طاقة شمسية، فدي بتقلل من الانبعاثات الحرارية من المباني، وفي نفس الوقت بتديني طاقة لقلب المباني. أما الطاقة الجديدة المتجددة اللي احنا بنعملها استبدال مع محطات الطاقات التقليدية، دي بتقلل بنسب عالية جدا من الانبعاث الكربوني ونسبة التلوث، بدليل ان لو محطة الفحم بس
كيلو كهرباء بيعادل بيطلع قدامه كيلو ثاني اكسيد كربون، انما لما بيستخدم الواح الطاقه الشمسيه كيلو كهرباء اللي بيطلع من محطات الطاقه الشمسيه الفوتوفولتك بتديني 46 جرام. هذا كلام يعني للغايه مهم دكتور سامح ان يكون هناك وعي بهذه الاهميه، لكن البعض ربما يتهم مصادر الطاقه النظيفه بانها غاليه الكلفه وليست اقتصاديه في الاستثمار. رد حضرتك على ده ايه؟ حضرتك احنا لما بنعمل محطه طاقه كهربائيه بالطاقه الشمسيه هقول انا بعمل الكيلو سعره 800 دولار على 25 سنه. نعم. بيطلع سعر الكيلو في خلال 25 سنه سنت ونص، اقصاها 2 سنت، انما انا بستخدم الطاقه التقليديه انا ببني محطه وبدور على غاز او بدور على الوقود اللي بيشغل المحطه، فدي تكلفه. ده بالاضافه ان الطاقه التقليديه انا ان ما كانش عندي الوقود اللي شغالها فالمحطه ليس لها قيمه. لما محطه الطاقه الشمسيه ما حدش يقدر يوقف عني الشمس اللي هي موجوده كل يوم، ودي هبه من ربنا. فمن ناحيه الاستدامه ومن ناحيه المحافظه على البيئه ومن ناحيه التكلفه محطه الطاقه الشمسيه اقل، انما هو بيبص للتكلفه في اول الاستخدام. واحنا قلنا قبل كده حضرتك ممكن نتخطى هذه المشكله بان البنوك تتدخل وهي اللي تدي الدعم لبناء محطات الطاقه الشمسيه في الاماكن المختلفه، وبدل ما بتدعم ان انا اطلع عربيات او ادعم عربيات او ادعم اي مشاريع اخرى، لان هي دي لها فايده مزدوجه. نعم. فايده للمواطن ان هو بياخد طاقه مستدامه بسعر رخيص، وبعد 10 سنين لما بيسدد اقصاها 10 سنين بيسدد الطاقه الكهربائيه عنده بتفضل ببلاش بقيه ال 15 سنه الباقيه. طبعا. انما لما بستخدم طاقه تقليديه فانا كل يوم بعمل انبعاث الكتروني. ثانيا، لو انا استخدمت الطاقه المتجدده انا بوفر غاز للدوله، الدوله تاخد الغاز ده يا اما تستخدمه في البتروكيماويات وتاخد من 5 لـ9 اضعاف مكسب، او بتصدره فده مكسب ثاني كبير. اشكرك يا دكتور سامح على وجودك معنا. دكتور سامح العسوي خبير الطاقة الجديدة والمتجددة. أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ وموقف المشروعات الجارية في قطاع المياه ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والمشاركة في تمويل مشروعات المناخ. من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط إن محور المياه يعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي، حيث يأتي على رأس اهتمامات الدولة في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي. عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وأوديل غينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اجتماعا تنسيقيا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والمؤسسات الدولية بشأن محاور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي ومناقشة التعهدات المالية المرتقبة خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27، وكذلك حشد آليات التمويل الميسر ومنح دعم الفني والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص. وأوضحت المشاط أن برنامج نوفي تم إعداده تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
على قدم وساق تجرى الاستعدادات بشرم الشيخ، حيث تنطلق بعد أيام قليلة قمة المناخ كوب 27 من شرم الشيخ. انضم إلينا لمزيد من المتابعة والتفصيل الزميل كريم كمال. مرحبا بك كريم. زميلي محمد، بعد ذلك لو تضعنا كريم في آخر الاستعدادات لديك في شرم الشيخ لاستقبال قمة المناخ، أيضا تحديدا استعدادات الهيئة الوطنية للإعلام في هذا الإطار. يعني بالفعل زميلي محمد، سيارات مجهزة بأحدث وسائل التصوير والبث المباشر التابعة للهيئة الوطنية للإعلام انطلقت من القاهرة باتجاه مدينة شرم الشيخ لتغطية فعاليات الحدث الأكبر والأهم، أهم محفل دولي للأمم المتحدة كوب 27. نتحدث عن أن هذا المؤتمر أجريت له بعض الاستعدادات الخاصة من قبل رجال الهيئة الوطنية للإعلام الممثلين في المخرجين والمصورين والفنيين، بداية من وضع السيارات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام والتي وصلت عددها 10 سيارات للبث المباشر وسيارتين للإضاءة والصوت. أتحدث أيضا عن أن تم تخصيص عدد من الأيام خلال المؤتمر لعدد من القضايا الهامة مثل المياه والزراعة والطاقة والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الجلسات الرئيسية التي أحضرها زعماء ورؤساء ووفود العالم. محمد، تم تخصيص فعاليات هذا المؤتمر لمنطقتين. المنطقة الأولى هي المنطقة الزرقاء وهي تتبع سكرتارية الأمم المتحدة، ودي اللي هتشهد تلك المنطقة وقائع الجلسات الرئيسية. أما المنطقة الخضراء فهي بتتبع الدولة المصرية، ودي هيتم فيها تنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. من المنتظر محمد أن يشارك بالمؤتمر قرابة 35 ألف مشارك، بالإضافة إلى مشاركة وحضور رؤساء وملوك وممثلي نحو 197 دولة من أنحاء العالم. هذا المؤتمر أجريت له العديد من الاستعدادات، ليس فقط الاستعدادات اللوجستية من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بالدفع بالكاميرات وبث الهواء، لكن أيضا القائمين في مركز المؤتمرات قاموا بوضع العديد من القاعات لتشهد الجلسات خلال بداية المؤتمر. تم تقسيم هذه القاعات إلى أرقام لمساعدة الحضور ومساعدة الوفود التي سوف تحضر هذا المؤتمر بسهولة إيجاد القاعة الخاصة بالجلسة التي يريد أن يحضرها. هذا بالإضافة إلى أن القائمين على هذا المؤتمر قاموا بوضع باركود لكل من يشارك في هذا المؤتمر، يستطيع من خلال هذا باركود إيجاد القاعة الخاصة بالجلسة المعينة من خلال أبليكيشن على الموبايل. نتحدث إجمالا عن أن الوضع هنا في مدينة شرم الشيخ تستعد على قدم الوساق. تفصلنا أيام قليلة عن هذا المؤتمر والحدث العالمي. مدينة شرم الشيخ تزينت بكافة أنحائها، بالإضافة إلى أن تم إعادة رصف الشوارع، المنطقة المؤتمرات، مركز المؤتمرات، نعم، تم تجهيز هذه المنطقة بالجاهز بكافة الوسائل لنجاح هذا المؤتمر وخروجه بصورة مشرفة، اللي بتؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم المؤتمرات العالمية. أشكرك الزميل كريم كمال مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا عبر الهاتف من شرم الشيخ. نظم حزب مستقبل وطن المرحلة الخامسة من مبادرة هدية الرئيس الخاصة باستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز في عدد من محافظات الجمهورية. وأكد الحزب على استمرار مبادرته المجتمعية التي تهدف لتفعيل رؤى الرئيس السيسي. نظم حزب مستقبل وطن المرحلة الخامسة من مبادرة هدية الرئيس الخاصة باستبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز بمحافظات قنا والشرقية، سوهاج والمنيا، الأقصر والفيوم، الوادي الجديد وأسيوط. ويؤكد الحزب على استمرار مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تفعيل رؤى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة. جزيك نادر عبد الملاح من جنة. احنا نشكر السيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله احنا جينا سلمنا القديم وهنستلم جديد. والله ما دفعنا أي فلوس ولا حتى جنيه. محمد عبد الحميد ياسين
من محافظة الأقصر. وبارك الله فيك يا ريس، وإحنا مأيدينك في كل خطوة تخطيها. أنا اسمي أحمد حسين علي عبد العال من محافظة الوادي الجديد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أنا أحمد رجب عبد الرشيد من محافظة المنيا مركز بني مزار، جايين بنسلم العربات البيجو القديمة وبنستلم مكانها عربية جديدة من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا يخلي لينا ويخلي لمصر، وتحيا مصر. أكد الأزهر الشريف أهمية ملتقى البحرين الدولي لحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي انطلقت أعماله بجلسة افتتاحية عن أهمية الحوار بين الأديان. وأوضح الأزهر أن الملتقى المنعقد تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يشارك فيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وقدسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان. وأفاد بيان للأزهر أن الملتقى الذي تستمر أعماله حتى الغد سيشهد جلسات متعددة عن تجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، فضلا عن دور الرجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر، التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد طعنه ضابطا إسرائيليا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وأفاد مسعفون بأن الهجوم أسفر عن إصابة ضابط بطعنة متوسطة في الجذع وآخر بعيار ناري في الساق، أطلق بالخطأ من رفقائه، وثالث دون تحديد طبيعة الإصابة. جاء هذا الهجوم فيما استشهد فلسطيني آخر في بلدة بيت دجو بالضفة الغربية خلال مداهمة للشرطة الإسرائيلية استخدمت فيها الذخيرة الحية بزعم تفريق أعمال عنف لفلسطينيين كانوا يلقون الحجارة ضد عناصرها. حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في عمان، أكد الصفدي أن الوضع الراهن في الأراضي المحتلة لا يقود إلا لتفجير دوامة عنف جديدة. من جانبه أكد لافروف ترحيب موسكو بنتائج القمة العربية، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر العربية الروسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وفي شأن آخر دعا لافروف الأمم المتحدة إلى المساعدة في تنفيذ أجزاء من اتفاق نقل الحبوب بهدف تسهيل صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة. أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجو أتوم انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية. وأشارت إلى أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فقط، وأضافت أن المحطة لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوما. وصلت السفيرة البريطانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائها، حيث تتهم موسكو لندن بالتورط في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم. وكانت روسيا قد علقت مؤقتا يوم السبت الماضي مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة بعد هذا الهجوم. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الهجوم نفذ بتوجيه وقيادة متخصصين في البحرية البريطانية، وهو تأكيد رفضته بريطانيا ووصفته بأنه باطل. تقدر الإشارة إلى أن روسيا استأنفت مشاركتها في الاتفاق أمس الأربعاء بعد أن قالت إن كييف قدمت ضمانات بأن مثل هذا الحادث لن يتكرر. إلى ذلك، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن 7 سفن تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود اليوم بعد يوم من استئناف العمل باتفاق يهدف لإتاحة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية. الوزارة أضافت في بيان لها أن سفن تحمل 290 ألف طن من المنتجات وتبحر باتجاه دول أوروبية وأسيوية دون خوض في التفاصيل. في سياق متصل، أعلن الكرملين أن روسيا لم تقرر بعد موقفها بشأن تمديد مشاركتها في هذا الاتفاق والذي تنقضي مدته في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بلاده تحتاج إلى تقديم تقييم شامل لفاعلية الاتفاق.
أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في إطلاق نار على موكبه في شرق البلاد، وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصيب برصاصة في قدمه، إلا أن عددا من قيادي حزبه حزب الإنصاف أصيبوا أثناء إطلاق النار، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية مقتلا مشتبه في إطلاقه النار على عمران خان. هذا وقد أدان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف محاولة الاغتيال التي تعرض لها عمران خان، وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق على الفور. استعرض أطباء متخصصون خلال فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الإفريقية للتخدير الموضعي وعلاج الآلام، استعرضوا أحدث الأبحاث العلمية والبروتوكولات المستحدثة للتخدير كذلك علاج الآلام خلال التدخلات الجراحية. علاج الآلام والاستخدام الآمن للتخدير خلال التدخلات الجراحية كافة وتقليل فترة تواجد المرضى بالمستشفيات، كشف عنها الأطباء المختصون خلال فعاليات المؤتمر السنوي العاشر للجمعية الإفريقية للتخدير الناحي والموضعي، وذلك في إطار التعليم الطبي المستمر. احنا بالموجات الفوق الصوتية ممكن نحدد العصب اللي احنا عايزين نخدره، فحتى مش لازم نخدر الإيد كلها، واحدة يعمل مثلا في الصباع ده نخدر العصب اللي رايح لهذا الصباع. يعني ان الالم الحاد لو ما تعالجش كويس بيقلب الم مزمن، فالعيان يقعد 10 سنين بيشتكي من الامه واكتر من كده كمان. بنستخدم جهاز السونار، جهاز السونار بيخلينا نشوف كل الحاجات اللي حوالين الابره بتاعتنا ونبقى مطمنين ان احنا بعيد عن اي انسجه مهمه او شرايين او اورده او كده ما شابه. الحاجة الجديدة كمان انه لأول مرة في المؤتمر بتاع الجمعية الأفريقية المرة دي ان احنا بجد قدرنا نوصل لمجموعة من الدول الأفريقية ما كناش عارفين نوصل لها، وده بسبب الـ e-learning او التعليم عن بعد. في options كتيرة لعلاج الألم دلوقتي، مش بالكيماويات، مش بالميديكيشنز، مش بالأدوية اللي ممكن تعمل إدمان، بتدخل جراحي بسيط جدا بنقول عليها outpatient، يعني 15 minutes تخش وتطلع، الفولو اب بتاعها كويس. احنا لسه جايين من رواندا الشهر اللي فات، وعملنا طبعا ورشه علميه كبيره في اطار المؤتمر اللي هو الدولي الافريقي اللي كان معمول في رواندا الشهر اللي فات. وان شاء الله احنا طبعا غير طبعا الندوات العلميه اللي احنا بنعملها عن طريق الاونلاين كلها حاجه طبعا بتبقى فري لكل دول افريقيا. كما تم استعراض أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية التي يتم استخدامها خلال التخدير وعلاج الآلام في التدخلات الجراحية، والتي أحدثت طفرة نوعية في العلاج وتقليل الآلام والمضاعفات للمرضى. لقد حدث تطور كبير في التقنيات والأجهزة التي ساعدتنا في تخدير المرضى بشكل آمن وبدون مضاعفات، كما أدت إلى تقليل الآلام أثناء وبعد الجراحة، إضافة إلى سرعة الشفاء، مما أحدث طفرة نوعية في النتائج، ونحن نقلنا الخبرة إلى مستشفياتنا في نيروبي. إفريقيا يعني ما تقلش عن جميع القارات في أنها تتقدم، فيها طاقات وفيها خبراء، وهاد كيفاش نقولوا هاد التبادل جنوب جنوب سود سود يعني مهم، لان كنفهموا اكثر خاصيات بعض وتنفهموا اكثر الخصوصيات لكل بلد. رايحين نطرقوا لتقنيات التخدير المناطقي باستعمال السونار، وهذه التقنيات هذو تقنيات حديثه تستعمل لتخفيف الالام للمرضى بصفه عامه. تقنيات وابحاث مستحدثه كشف عنها المؤتمر في مجال التخدير وتقليل الالام، والتي ما تنتهي معاناة المرضى خلال التدخلات الجراحية وما بعدها. محمد حلمي، التلفزيون المصري. اجتمع محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعدي الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر الفيديو كونفرنس، وذلك لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ. وعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات.
مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية وأثرت بصورة مباشرة على اقتصادية الدول، كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التموينية واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير استراتيجية بأسعار مناسبة في إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم. وتابع الوزير محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بشرم الشيخ موجها بضرورة التواجد الأمني الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأكمل، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكل محافظات الجمهورية من أجل تحقيق حالة الاستقرار الأمني واستمرارها. وأكد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطن وفقا للأطر القانونية، وأعرب عن ثقته في رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم. أخبار المال والأعمال للنشرة الثانية، أهلا بكم. أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 33 مليارا و411 مليون دولارا بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة قدرها 214 مليون دولارا عن شهر سبتمبر السابق عليه. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم اعتبارا من يناير المقبل إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين على مستوى الدولة على نحو يسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريا. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التشغيل التجريبي بنهاية العام. وأشار معيط إلى أن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين إلكترونيا على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وإجراء التسويات الضريبية شهريا لتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج وثيقة مميكنة ومعتمدة تثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم. غلب التراجع على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع متأثرة بمبيعات المؤسسات، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 4% مقتربا من مستوى 11194 نقطة. كذلك تراجع مؤشر EGX100 بنحو 6%، كما هبط مؤشر EGX70 بنحو 6%. نتحول إلى أسواق الصرف العالمية، حيث صعد الدولار الأمريكي بدعم الارتفاع الملحوظ لعائدات سندات الخزانة الأمريكية غداة قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة وتلميحاته بالاستمرار في سياسة التجديد النقدي، ليقفز الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل اليورو مسجلا 97% دولار. كذلك تراجع الاسترليني 0.5% مقابل الدولار إلى 1.13 دولارا. ختام نشرة الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يكرم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ويؤكد أنها تحقق أهداف التنمية المستدامة. بمشاركة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان انطلق أعمال ملتقى البحرين الدولي لحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني. شكرا للمتابعة، في أمان الله. إلى اللقاء.